لكن هذه الوحده يا سيد حسن ما زالت مفقوده حتى اللحظه، هل تقوى عليها اداره بايدن كما قال هادي؟ هاي قضيه ثانيه. تفضل. قضيه ثانيه، وبعتقد انه هناك اطراف يعني تقوم بترتيب اجواء ربما لم تعلن بعد المعركه. كان صعب فتح تقدم على حوار حقيقي مع حماس، لانه شعرت انه حماس شعبيه فطلعت لفوق وهي شوي هبطت لتحت. التكافؤ في الحوار كان شوي مختل التوازن لصالح حماس، فكان عملية فتح بحاجة إلى إعادة اعتبار. أجت قضية اغتيال نزار بنات أدخلت عنصر جديد من التوتر، ولكن بالنهاية يجب أن يكون هناك طريق ولا خيار آخر. لا حماس تقدر تحل مع إسرائيل، ولا السلطة لحالها تقدر تحل مع إسرائيل على الإطلاق. كلاهما منفرد لا يوجد حل، كلاهما مع بعض يجب أن يكون حل. وبعتقد خلال أشهر في شيء جديد حيكون في النظام السياسي الفلسطيني.